المرأة لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. الرجل الذي يتسلط على امرأته بناء على أنها مسكينة، قد مات أبوها وأمها وإخوتها مشغولون عنها، ويعلم أنها إن غضبت فإلى أين تذهب؟ ليس لها ملجأ بعد الله إلا إليه، ولا ينفق عليها إلا هو، فهي وإن غضبت ستعود منكسرة إليه، فيزداد تسلطا عليها وإذلالا لها، لأنه يعلم أنها ليس عندها اختيار آخر غيره، فيمارس عليها أنواعا من الإذلال، فيسيء خلقه معها ويغضب عليها ويتلفظ بأسوأ الألفاظ، وربما لا يتلطف معها ولا يضاحكها ولا يرفق بها ولا يصبر على أخطائها ويذلها. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، والله كل لفظة تتلفظ بها على امرأتك أو ابنتك أو أختك أو عياذا بالله على أمك، سوف يسألك الله عن هذه اللفظة ويحاسبك عليها أعظم مما يحاسبك على اللفظة نفسها لو قلتها لآخر.